السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه designs.ai، في تولز كتيرة جدا، يعني يعتبر أكتر من موقع. مثلا اللي أنا فاتحه دلوقتي ده بيحول لك التكست لصوت طبيعي بالذكاء الاصطناعي، يعني اكتب أي تكست وتسمع الصوت، هيحول التكست لصوت طبيعي خالص تقدر إن أنت تسمعه. تمام، كل عليك إن أنت هتقول له convert text to speech now، تبدأ تسمع الكتابة. ممكن تعمل كتاب صوتي. تمام، يعني خلينا نسمع الصوت. Two Madison teens are facing homicide charges following Friday's deadly. وطبعا هو يقول لك مثلا انت عايز تعمل اوديو بوك ولا عايز تعمل دوكيومنتري. Once upon a time there was a young prince. والانيميشن. Life is unpredictable. You could have a good day. بيختلف الصوت حسب الحاجة اللي انت عايزها، ودي اصوات للناس موجودة. طيب في فري تقريبا 500 كاركتر بير دايز، 500 حرف في اليوم، وفي فلوس. طيب دي بس اللي موجوده في الموقع. لا، الموقع فيه حاجات كتير قوي. لو جيت هنا كرييت هتلاقي ان انت تقدر تدي له بس ايه تكست، ويقدر ان هو يعمل لك مقاله كامله، ممكن يعمل لك لوجو، ممكن يعمل لك فيديو، ديزاين ميكر، يعمل لك الديزاين. وفي تولز هنا خاصه مثلا انت تقدر تعمل كلر ماتش، الوان متناسقه مع بعض او فونت، وكلها تولز سهله. هسيب لك بعض الفيديوهات اللي كنا بنشرح التولز ديت فيها، هتلاقي كلها سهله جدا، معتمد على الذكاء الصناعي. مجرد بس يسالك سؤال وتلاقي الحاجه اتعملت بسهوله جدا. مجرد مثلا لوجو يقولك طب انت الشركه دي بتشتغل في ايه، في المخدرات، طب بتعامله ازاي، هل بتقبل فيزا ولا لا، والحاجات ديت يبدا ان هو يعملها لك. تقدر تعمل فيديوهات بسهوله جدا، فيديو ميكر. ممكن بقى تدخل على مواقع زي مثلا خمسات او فري لانسر او اب وورك او حاجات دي، وتشوف ناس طالبه خدمات معينه وتاخد منهم الطلبات وتبدا تعملها من خلال موقع زي designs.ai. في ناس بتحقق ارباح كتيره من خلال الاعتماد على الذكاء الصناعي في المواقع بتاعه العمل الحر.